يعني. والحقيقة أنا سعيد بردود الأفعال الجميلة اللي جات لنا على مدار الأسبوع، على حوارنا الأسبوع اللي فات مع نجمنا الكبير سامو زين. سامو، أنا بكرر الترحاب بيك مرة تانية في واحد من الناس، وأسعدتنا وشرفتنا وفخور جدا بوجودك معانا النهارده. وأنا كمان يا دكتور، وبشكرك وبشكر المشاهدين كلهم. أنا مبسوط إني أكون معاك طبعا يا دكتور. كلنا الأسبوع اللي فات وحكينا عن علاقاتك النسائية. نعم، انت انا متعدد. مش هعلق يا دكتور، انا هسيبك انت تقول. طيب انت انا متعدد. كلمه علاقات دي انت روحت لي مثلا بتاع ايه. لا انا بلبس. طب استنى، نعم هسألك بشكل تاني. حبيت نعم كم مره؟ كتير. انا عاشق للنساء. في حد بيقول كده؟ لا، انا عاشق الى المراه. انا خلقت لاكون رجل للمراه. انا رجل اعشق الحب واعشق ان اكون محب